9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تكامل آلية العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكا، مع تطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي والمخطط الزمني لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع باستمرار العمل على حصر الأراضي في محيط القاهرة الكبرى لاستغلالها، سواء بالتطوير العمراني أو السكني أو الخدمي، بما يتكامل مع شبكة الطرق والمحاور الحديثة، ويتناغم أيضا مع جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين، فضلا عن المساهمة في استعادة الوجه الحضري للعاصمة. وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية في مجال البصريات على نحو يسهم في استغلال المواد الخام المتوفرة محليا والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية. كما وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بشق التدريب والتأهيل العملي والفني في إطار التعاون مع الخبرات العالمية العريقة، وذلك لإعداد كوادر بشرية رفيعة المستوى في تلك المجالات الدقيقة والمتخصصة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع لواء أركان حرب طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، واللواء طارق الخطيب مدير المشروعات بالشركة. وصرح متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة العربية العالمية للبصريات، وذلك بالشراكة مع الخبرات العالمية العريقة في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات وتطبيقاتها في الأنظمة الدفاعية. تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة للشعب المصري العظيم وشعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد. وعبر صفحته الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال الرئيس السيسي: أهنئ شعب مصر العظيم وشعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد، داعيا المولى عز وجل بأن يكون هذا العام عام خير ورخاء ومحبة وسلام، وأن نواصل عملنا في بناء مستقبل مصر بروح التحدي والإصرار والعزيمة، وأن يسود السلام بين شعوب العالم أجمع. احتفل المصريون ببدء العام الميلادي الجديد، وبهذه المناسبة أضاء البرج الأيقونية بالعاصمة الإدارية الجديدة أنواره احتفالا بالعام الجديد، كما أضاء برج القاهرة أنواره مع العد التنازلي احتفالا بالمناسبة، بالإضافة لعروض الألعاب النارية المصاحبة للاحتفالات. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو بحر اليابان باتجاه شرق شبه الجزيرة الكورية في الساعات الأولى من صباح أول أيام العام الجديد. وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الصاروخ الباليستي قصير المدى أطلق من محيط العاصمة بيونغ يانغ، ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن جيش كوريا الجنوبية قوله إن الصاروخ حلق لمسافة بلغت نحو 400 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر. وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أقل من 24 ساعة على إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية. اعتمدت كرواتيا العملة الأوروبية الموحدة وألغت الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية. وودعت الدولة الواقعة في منطقة البلقان عملتها الكونة لتصبح الدولة 20 في منطقة اليورو، كما انضمت البلاد إلى منطقة شنغن التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل بلا تأشيرات بين دولها، التي ارتفع عددها بدخول كرواتيا إلى 27 دولة. عزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الثامن على مضيفه برايتون بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة 18 من البريمير ليج. بهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 43 نقطة، معززا صدارته للدوري وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز الخامس.
نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.